معظم السيدات الحوامل يستطيعن الصيام أثناء الحمل وأثناء الولادة ويمر كل شيء بسلام ولا تتأثر صحة الأم أو صحة الجنين ولا تحدث أي مضاعفات. وهذا لسبب بسيط، أنه معظم حالات الحمل تكون حالات طبيعية، لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض الحالات الاستثنائية التي تحدث فيها مضاعفات عفوا، وهذه المضاعفات التي تحدث قد تؤثر على الجنين داخل الرحم وعليه يستحسن أن لا تصوم السيدة الحامل أو الأم في هذه الحالة. الذي يقرر هذه الحالات الاستثنائية هو الطبيب، ولذلك فإنني أنصح كل مريضة أن تسأل طبيبها الخاص سؤالا مباشرا، لأن كل حالة يجب اتخاذ قرار خاص بشأنها. وبشكل عام أستطيع أن أعطي بعض الأمثلة أو بعض الحالات التي لا يستحب فيها الصيام أثناء فترة الحمل، منها مثلا في الأشهر الثلاثة الأولى، والكل يعرف أن هذه الأشهر الثلاثة الأولى التي نسميها فترة اللحام باللغة الدارجة تكون الست معرضة للقيء والغثيان والدوخة والهبوط العام. وهناك بعض الأمثلة في الفترة الأخيرة من الحمل، الشهر الثامن أو الشهر التاسع، بعض السيدات يشكون من حموضة زائدة في المعدة وهذا يسبب لهم آلاما مبرحة ولا يستطيعون الصيام، لأنه يجب عليهم أخذ وجبات صغيرة متكررة وأيضا أخذ علاج تقريبا بصفة مستمرة. هناك أيضا بعض الحالات التي يوجد فيها بعض المضاعفات، الأمراض العامة في الأم الحامل كمرض التبول السكري مثلا أو ضعف الدم الشديد، هذه الحالات يلزمها علاج ولا تستطيع الأم الحامل أن تصوم، لأن الصيام يغير من بعض الكيماويات الموجودة في الدم وهذا يؤثر على الجنين.